جزاكم الله خيرا يا أحسن إليكم. لهم سؤال عن قص الشعر وعن حلقه أثناء الدورة الشهرية للمرأة، هل يجوز أم لا؟ يريد أن يقص شعر الرأس؟ لا، لا أدري. كان الولاد قص شعر الرأس وحلقه أيضا. حلقه محرم بلا شك، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا للعلاج في فترة الحرب أو غيره. في فترة الحرب أو في غيره. إلا لعلاج يقتضي حلقه أو حلق شيء منه، توقف العلاج على ذلك. فهذه ضرورة. أما حلقه لغير العلاج فهو حرام إجماع أهل العلم. طيب. والمرأة أمرت في تحلل من الإحرام بحج أو عمرة أن تأخذ من رأسها قدر أنملة، أمرت بالتقصير فقط قدر أنملة. يعني حلق في حق الرجال أفضل من التقصير. المرأة قصرت على التقصير دل على تحليل الحلق. وكذلك قص بما يشبه رأس الرجل هذا حرام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فإذا قصته على شكل يشبه رأس الرجل فهذا محرم شديد التحريم. ومن عيلة من فعلته لأنها متشبهة بالرجال، لأن قصه فيما دون ذلك قصه فيما نزل عن الكتفين. هذا إن كان بحاجة كان يكون كثيفا ولا تستطيع إصلاحه ويشق عليها فلا بأس أن تخفف منه بحاجة، كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. إلا إذا كان بمجرد الزينة والتقليد والتشبه الكافرات هذا لا يجوز، لأن جمال المرأة في بلائدها وفي بقاء شعرها. طيب.